جددت أسرة السياسي وعضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان مطالبتها بإطلاق سراحه من سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية. وقالت فاطمة قحطان في تغريدة لها على تويتر: سنوات من الإخفاء القسري ولم يسمح لنا حتى بالتواصل معه هاتفيا، ناهيك عن زيارته. مضيفة: كل ما تريده الأسرة هو إطلاق سراحه وإنهاء سنوات الإخفاء القسري الذي تعرض له، مؤكدة أن الحوثيين لم يسمحوا لهم حتى بالتواصل معه هاتفيا، ناهيك عن زيارته.